D'accord. Tu sais, qui est Audlina. On dirait qu'il joue de la musique. C'est ça. Coco. Vivi Barcelloni. Je suis dedans à fond. Et ce poisson, on va lui rajouter encore un petit peu de citron pour finir la cuisson. Ah, l'azid. D'accord. Et chouïa. Zid. Un homme à 14 kibidat, bichmé. Voilà. Voilà, dans Zoubé. Et Hadik, on va s'en servir pour monter nos brochettes. Donc voilà. Normalement, on a tous nos produits qui sont prêts, nos décorations qui sont prêtes. On a déjà avancé. On va prendre un petit peu de bol pour voir si on veut que ça va être un petit peu de bol. C'est un fruit, Hada. Hada, c'est un fruit, c'est la physalis en français. Attends, je crois que c'est des insectes. Des insectes. Je n'ai pas Hada. Physalis. C'est magnifique. C'est une tomate, Hada. Tomate. C'est un fruit, ça ressemble à la tomate cerise. C'est un peu acide, c'est fruité. C'est génial. Hadik Fizalis, c'est quoi le nom de l'arabie? Fialis. 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 Wahid, il peut nous corriger. Ah, Fialis. Non, c'est bon. Là, je le baptême Fialis. Ça. Fialis. Je vais regarder encore. Alors, on est quoi maintenant? Je l'ai déjà préparé la Fialis. Voilà. Ah. On a tenu la grenade. Là, là, Hadchi. Hein? Attends, tenu. Alors, on a pris un acclum de Hadik ou avec la décoration? Vous pouvez goûter. هذيك لا هذيك مازال ما انا مرسلتاش اتونسيون مازال ما خلاش انا ما كنت ماشي مشكله ما نجيبوش دوك هنا بسم الله فوالا دوكي ثاني على كلام على بحال المونغ ياك بحال الكود مونغ لا مونغ لا طوماط و لا سيدي دو مانيفيك سي تري بون سي تان دير معايا زرعها زرعت الفياليس مرحبا الوغ دابا شنو بقينا غير دريساج دروك انا جي بيوكو افونسي سي لو دريساج علاش حنا في لا كوزين فرونسيز سي فريمون لو دريساج و نو فا فريمون سو كونسونتري علاش سو نقولوا دابور ناكلو بالعين ولكن راه هذه هي المشكله ديال لا غاستغونومي فرونسيز كيحط لك هنا نقطه ديال شي حاجه وهنا شي حاجه اخرى والطبسيل كيكون خاوي هادشي اللي دير لي 80 يورو مالنا بعد ما نقول لك هذه هي اللي كل جهه مزيان مزيان هذا الشيء دريسا ولكن يكون انا علمت انايا مع المغربيين دروك انا في لي ريستورون كنخدم كن لونسي انا ندير الكونسلتينغ عند لي باترون هيا دروك ندوبلي لا راسيو شكرا الله يرحم باباك نورمالمون حنا نديرو غير وحده هيا اليوم غادي نخدم في الزوج يا سلام داكوغ شوف يا ستي الثالث من عندك يكون حسن هذا في لك شي سوبر وور ديال مع الدار راني عارف خاصك دير الدار وتا لا فامي انا بان لي يمكن باش نجر دابا عدنان لهاه ونكملوا لي سوجي ديالنا على الله لا حسنا شو رايك كملتي معنا الاخوان جيبينا شي توم شي طابليه ايوا شي طابليه وبسم الله راه معايا غندير حنا واحد الحاجه غنبقاو هنا صافي نبقاو هنا نكملوا الدريساج وعاد نمشيو ديك الساعات نديروا شي في يدينا واحد ما كنهضروا على الفن والتاليف وداك الشيء كامل ما كنخرب الماكله واخا سيدي هذا الشيء اللي غادي ندير هيا مرحبا بكم ان شاء الله غادي معكم الدريساج مرحبا بكم نشوفوا شكون هو الارتيست ديال الدريساج يلاه سي على لو دريساج سا في تري سامبل اون فا بروند نوت كريم تشيز نجيب شي كويير وغادي نخدموا لو دريساج نديروا الو لا كوزين سي اون هيستوار دو جوستيس دونك لا كريم تشيز هذيك سي لا بروميير بروتشيتا اللي غادي نخدموا نوريكم ان موديل دو شاك دونك اون مي ان بو دو كريم تشيز هذيك في لا باس كما نقولوا الوغ كي نديروها ما نديروش كيما الزبده ونحطوا اون ابي ترو نو اي فو غاردي كان ميم اون بيتيت ايبيسور علاش تشوفوا هكذا كي تنقولوا بالدارجه هكذا باش نقعدوا ان فوليوم داكوغ داك الشيء اللي حنا اللي بغينا بزاف ديال الفوليوم حنا الفوليوم عندنا راه فهمتيني خذ راحتك اخي يا سلام اون بيتي مورسو الله لو بواسون C'est qui te roule? Ah, c'est la délicatesse, c'est comme ça, c'est la délicatesse. Voilà. Bon, alors on a fait le mot, on dit de chez moi. Donc, on a les émulsions d'Yali, des gens. Les émissions? Ah, tu connais les émissions? Alors, les émulsions, c'est une réaction. Ah, il y a de la frigo, des bûches. J'ai la frigo. D'accord? Alors. انا كجرها معك alors nos émulsions smoya c'est une action
de rentrer de l'air ندخلوا كيفاش نقولوا الهواء فوالا الهواء في لا ماتير باش تغونفلا ها وغادي كيما لا مايونيز سي اون ايميلسيون ها لا شونتيي سي اون ايميلسيون بصح alors انا خدمت هنا اون ايميلسيون افوكا قصبر